على بين قوسين بالنسبة لكرة القدم. نعم الحصاد كان يعني حصادا متميزا، يعني مسكه ختام في هذا الموسم الكروي في هذه السنة الكروية. الرياضة بالنسبة للرياضة كرويا هناك تألق الوداد وبركان والأندية الوطنية والفريق الجيش الملكي للسيدات وكرة القدم السيدات باستضافة المغرب للبطولة. هذه كلها يعني ساهمت في هذا التألق بالنسبة لكرة القدم المغربية التي تجني ثمار عمل مؤسساتي برؤية رياضية لجميع يعني الأنواع الرياضية. بالنسبة للوداد تألقت نهضة بركان السوبر الإفريقي، فوز الجيش، كرة القدم النسوية المنتخب تحت 17 سنة في كأس العالم بالهند، الآن على بعد بطولة كأس العالم بنيوزيلندا وأستراليا. كل هذه الأشياء لن ننسى أيضا كرة القدم داخل القاعة وتألق هذا النوع الرياضي، يعني فوز بكأس القارات يعني لم يكن بالشيء السهل، نتيجة عمل لهشام دقيق ولكل الفئات الأخرى في هذه المنظومة. يعني أن كرويا الحصاد كان متميزا، ربما غطى على باقي الأنواع الرياضية. كنا كرة القدم لم تكن تحصد تلك النتائج في السنوات الماضية، كانت ألعاب القوى أو الملاكمة هي من تحصد أغلب الجوائز والنتائج. الآن يعني موسم استثنائي بالنسبة لكرة القدم، وربما يكون رافعة ودافع لتألق باقي الأنواع الرياضية. صديقي شكري. وهناك أيضا منتخب الناشئين الذي تمكن من احتلال المرتبة الثانية في كأس العرب للناشئين خلال هذه السنة 2022. نعم، هو العمل على الفئات العمرية السنية شيء مهم. هذه النتيجة اللي حققها المنتخب المغربي لم تكن يعني أن تكون لولا أنهم شاركوا في الفئات العمرية السابقة، ربما كانت نتائج متفاوتة حسب السياقات وحسب البطولات. لكن الحرص على المشاركة وعلى الصعود إلى البوديوم بالنسبة لجامعة كرة القدم وبالنسبة للمسؤولين هذا مهم جدا، لكي يعطينا المواهب، يعطينا اللاعبين من الجالية المغربية من البطولة الوطنية. كل هذا يحفز من أجل أن نرتقي بمستوى بطولة كرة القدم على مستوى الفئات، على مستوى كرة القدم النسوية التي بدأت تنتعش وتلقى بريقها وتلقى ذلك الإقبال، خصوصا بعد احتضان المملكة المغربية لكأس إفريقيا للسيدات. شاهدنا العائلات، شاهدنا الجماهير كيف كانت يعني في ملاعب الرباط والدار البيضاء. إذن هذا كله ربح لكرة القدم المغربية التي